خسارة، لربما تسمع حكاية ما تقرأها في كتاب. أمنيات الجميع بالتوفيق إن شاء الله. اللي عنده دين أو عنده وطنية should be attend the lecture. اللي عنده دين واللي عنده وطنية. محاضرتنا اليوم على موضوع اسمه او شابتر اسمه اندوكراين سيستم. بالحياة العملية اندوكراين سيستم هو رابع يعني جهاز يتعرض للإصابات بعد الكارديوفاسكولار والمسكولوسكليتال. الجي اي تي يجي الاندوكراين سيستم. لذلك انتباه لهذا الموضوع له فائدة عظيمة. النقطة الثانية، هذا السيستم ممكن يجي في أعراض أي سيستم آخر باعتبار هو النيرفوس سيستم مسؤولين عن الهوميوستاسيس، عن إدامة التوازن البيئي أو الخارجي، يعني استجابة للمؤثرات الخارجية. لذلك ممكن تشوفه عند هبوط بالضغط، وهبوط الضغط ممكن يكون من إسهال، من تعرق شديد، من تبول شديد، من قلة شرب ماء، من عجز بالقلب، ممكن من الغدد. فلذلك الغدد الصم، اعتلالات الغدد الصم ممكن أن تدخل في differential diagnosis، في التشخيص التفريقي لأي مرض ممكن نشوفه. ودائما نعطي فائدة للشك. أنت من الشك بشيء فكرتي بعد ما راح يعني غيب عن ذهنك. The endocrine system work with the nervous system to regulate the activity of other body system. فإذا هو مسؤول عن الهوميوستاسيس. Endocrine secrete hormone into the bloodstream. فمع طول كلمة endo معناه عندنا اكو exo. اكزوكراين افرازات تجي عن طريق قنوات وغيرها تروح مكان محدد مثلا الغدد اللعابية. بس الاندوكراين هي مواد كيميائية، او هي غدد تفرز مواد كيميائية. هاي المواد الكيميائية نسميها هرمون. هاي الهرمون هي رسائل لاحداث فعل، يعني رسائل يرسلها الجسم لخلايا محددة أو لأعضاء محددة تروح. أما أسهل جهة يعني أما السيل ممبرين أو داخل الخلية تستحث يعني أما سو ماسنجر آر إن إيه وتروح للدي إن إيه رأساً، للدي إن إيه وسو ماسنجر آر إن إيه، هذه تفرز إنزيمات يحدث فعل. فإذن هرمون a type of chemical signals usually act at the distance between body parts. Hormone are either peptide or steroid. كلمة hormone a type of chemical signals usually act at the distance هذه مو صحيحة. هذا الكتاب موجود بس للتقريب لأذهانكم بعدكم بداية الحياة. احنا اكو عندنا هذا يسمونه endocrine، واكو عندنا autocrine يعني تفرز هرمون يشتغل في نفس المكان، وأكو عندنا يسمونه باراكراين ينفرز هرمون يشتغل on adjacent structure يعني على المجاور. فإذا من احنا ناخذ اندوكراين هذه الأغراض التقريبة، والدليل أنه عندنا هرمونز are chemical signals that influence the behavior of another individuals. يعني هذا يعني هذا نشوفه أكثر شيء
هرمون في الحيوانات، يعني الأنها تفرز مواد تجذب الذكور أو غيره، أو بالعكس، أو تكرمون الحيوانات من تخلي علامات، شايفين دوغز أو غيره من يسوي يورينيشن على مكان على مود يحدد الحدود مالته هو والأسد وغيره، على مود ما حد يدخل في هاي المنطقة باعتبارها حددت. فإذا الهرمون مو شرط يشتغل في نفس المكان. فإذا كلمة إندوكراين هي كلمة للتقريب للذهن، الفكرة مالتها أن الهرمونات تنفرز في مكان وتروح في مكان أبعد، هذا كلمة إندوكراين. ممكن تبقى في نفس المكان سمو أوتوكراين، تجي يما تشتغل قريب عليها نسمي بركراين. الهرمون معطورة كيميكال ماسنجر، الماسنجر لازم لها مستلم، المستلم نسميه ريسبتر. الريسبتر أما على السيل ممبرين أو كوليسبتر أو داخل الخلية أو كوليسبتر. السيل ممبرين أخذته بالخلية هو بايلير فوسفوليبيد، بايلير طبقتين من الفوسفوليبيد، فلذلك البروتين ما تدخل خلال البروتين، أمينو أسيد بابتايد ساكلة ما تدخل. فإحنا عندنا أكو أمينو هرمون وعندنا ستيرويد هرمون. الستيرويد هرمون كان باس easily through cell membrane to the cytoplasm or the nucleus and attach a receptor and special receptor 4. أما البابتايد مثل يعني واحد فارس يجيب يعطونا رسالة، شايفين أفلام التاريخية القديمة، يطرق الباب يسلم الرسالة للحارس، من وصلت الرسالة للحارس للحارس وكأنما الحارس صار هو الرسول مال الشخص الأول. فإذا الفارس اللي جاب الرسالة نسميه first messenger، والحارس اللي وراء الأبواب المغلقة اللي أخذ الرسالة للقيادة الموجودة هناك نسميه second messenger. فإذا first messenger هو peptide هرمون، والsecond messenger لربما cyclic AMP. Reception of a peptide hormone at the plasma membrane activate an enzyme cascade inside the cell. Peptide hormone typically use second messenger مثل هذا الحارس system such as cyclic AMP. Steroid hormone combine with a receptor and the complex attached to and activate DNA. Protein synthesis follow DNA طلع messenger RNA، messenger يطلع مرة ثانية nucleus يروح لل يعني للرايبوسومات يتكون البروتين اللي نحتاجه. البروتين هذا بيه خواص، هذا هسه عندنا الغدد. الغدد لحافات الحدود، يعني هي الهايبوثالامس نعم سيستم، والهايبوثالامس في نفس الوقت هي جزء من النيرفس سيستم. الهايبوثالامس هذا المكان الأعلى، يعني هذا الأخضر والمنطقة المحيطة به تشوفون عليه، هذا يفرز هرمونات تروفيك يعني مغذية أو مستهدفة، وإنهبيتري يعني مانعة. فإذا الهايبوثالامس تفرز أمور مستحثة أو مانعة تروح لمن؟ هالجواها صفراء، تروح للأنتيرر بيتوتري. الأنتيرر للبيتوتري جلاند، البيتوتري بها قسمين أنتيرير وبها بوستيرير. الأنتيرير بها سيل من تجيها هاي المستحثات، هاي الستيميلاس، هاي التروفيك هرمون فروم ذا هايبوثالاموس، هي تفرز هرمونات. هاي الهرمونات تشتغل على مكانات أخرى، في حين البوستيرير بيتوتري هي حكمها حكم المرارة، تجيها مادة صفراء قلوية من الكبد تخزنها لوقت الحاجة. البوستيرير بتويتري تجيها هرمونات كاملة من الهايبوثالامس، من النيوكلياي اللي تحيط بالهايبوثالامس، مثلا أنتي دايرتك هرمون، أنتي دايرتك هرمون هذا هرمون ينظم السوائل في جسم الإنسان، مثلا أوكسيتوسين هذا يفيد نساء أثناء الولادة وغيره. هذين الهرمونات تنفرزن at the time of need، فرضا الأنتير بتوتري ما تشوقت لما السوائل تدخل في جسم الإنسان بمقدار 10% 10% وين
effective circulating volume. المقصود بالeffective circulating volume هو السوائل الموجودة داخل الأوعية الدموية. فمتخل مقدار 10% يطلع الانتداياتك هرمون على مود يقول سوائل بعد ما تطلع محتاجينها. أو يصير تغيير بالأوزمولاليتي بمقدار 1% يصير. والأوزمولاليتي هي ضعف الصوديوم بوتاسيوم زائدا شوغر يعني والبلد يورين نيتروجين. إذن البيتويتر هرمون تطلع عنده هرمونات تروح للثايرويد تروح بالفايموس بالهارت تروح بالأدرينال بالجوناز بالتستيس بالأوبريز وهكذا. فعلا هذا نقرب لكم إياه للذهن هذا اللي نشوفون. وإلا بالحقيقة عندنا هو أكثر من 150 هرمون تنفرز في جسم الإنسان تنظم عملياته. بس للتقريب للذهن نقول عندنا هايبوثالاموس عندنا بيتويتري عندنا ثايرويد السوبرارينال يعني أدرينال جلاند عندنا الجوناز تستيس والأوبريز. Hypothalamus and pituitary. The endocrine system is controlled by the hypothalamus that regulates secretion of the pituitary gland. A neurosecretory and the hypothalamus produce antidiuretic hormone and oxytocin, which are stored in axon ending in the posterior pituitary until released. The hypothalamus produce hypothalamic releasing, يعني هاي المستحثة, and hypothalamic inhibitory, هاي المانعة, which pass to the anterior pituitary by way of portal system. هاي الشيء يربط بين الهايبوثالاموس والبيتوتري نسميها infundibular stalk. اشوفها صغيرة رفيعة بين الأخضر بين هذا الأخضر الفوق وهذا هنا نسميه هذا المكان نسميه infundibular stalk. فلذلك أما إذا صار عندنا نقص بالإفراز الهرمونات وغيرها نقول أما خلل بالهايبوثالاموس أو خلل بالبيتوتري أو أكو عندنا خلل هنا تيومر أو قطع أو شيء في هاي منطقة الانفنديبولار ستوك. بس نشوف أكو أمثلة عليها إن شاء الله. The anterior pituitary produce several types of hormone including thyroid stimulating hormone TSH, ACTH, مثل ما قلنا لكم FSH, LH. هكذا هرمونات تنفرز من anterior pituitary under the stimulatory effect of the hypothalamic hormone اللي قابلها تطلع عندنا هرمونات. وين الهرمونات تروح؟ تشتغل في مكانات أخرى. الـ ACTH يشتغل على الرينال، FSH والـ LH تشتغل على الجونادز، TSH على الثايرويد. وهكذا جروث هرمون يشتغل على جسم الإنسان تقريباً كاملة لأنه مختص بالنمو. Endocrine disorder associated with growth hormone include pituitary dwarfism, gigantism and acromegaly. يعني هسه عندنا لما نصير زيادة في هرمون النمو، growth hormone. عندنا ممكن نشوف حالات ثلاثة، أما نقص ما موجود عندنا هذا الهرمون يصير تقزم يعني يصير قزم يصير المولود سواء وليد أو بنية أنوي العمر يصير قزم. شنو شون من نعرف القزم هذا؟ القزم كل جسمه متناظر بس صغيرون. أكو عندنا يسمونه أكوندروبليزيا مرض آخر يسمونه أكوندروبليزيا. هذا الجذع مالته نورمال بس إيديه ورجليه صغار. ممكن شايفين أكو ناس إيديه ورجليه صغار بس الجذع مالته براسه وهذا عمل نورمال. هذا يسموه أكوندروبليزيا أوتوسومال دومينانت دوارفيزم. أكو نقص عندنا بالهرمون ربما تروما تيومر غير شغلات هذا فيصير صغير حجمه كل يعني إيديه ورجليه وراسه وظهره وهذا بس متوازن يعني مناسب. جيجانتزم او العملقه هذا احنا عندنا جسم الانسان يطول وين بالاندبليت اكو ابيفيزيس في نهايه العظم. هذه هي الخلايا مولده للعظم تمنحه الثيكنس وتمنحه الطول يعني العظم يصير اقوى ويصير اطول. فاذا اجى عندنا الجروث هرمون صار زياده وهاي العظام بعد هاي النهايات بعد ما ملتحمه تشوفون هذا الإنسان راح يصير أطول ويصير أعرض مثل العملاق يسمونه جيجانتزم. أما إذا صار هكلوجر وعادة هكلوجر هذا يصير بين 19 و 21 إذا صار هكلوجر بوجود الجروث هرمون بعد ما راح يطول أكثر بس آخذ بالعروض.
وهسه نشوف إلى صور طبعا إن شاء الله تاخذون هذا في السنة الثالثة بموضوع الاندوكراين وحدة اسمها اندوكراين راح نشوف نشوف إن شاء الله. تفضل دكتور بلازح ممكن سؤال؟ تفضل يا دي دكتور هاي بوتلمس الانزيم انهبيشن هرمونز بس ما افتهم وليدي انت فرضا تريد جسمك يريد ثايروكسين صح؟ حتى يحتاج الثايروكسين لازم يطلع هرمون من الهايبوثالاموس يسمونه ثايروتروب ريليزنج هرمون. ثايروتروب ريليزنج هرمون وين يروح؟ يروح للانتيريور بيتوتري تفرز ثايرويد ستيمليتنج هرمون. ثايرويد ستيمليتنج هرمون وين يروح؟ يروح للثايرويد جلاند يفرز ثايروكسين طلع ثايروكسين. اذا اكتفى جسم الانسان تطلع من عنده اشاره نسميها نيجاتيف فيدباك الى كافي بعد ما نريد. ايش راح يصير؟ راح يصير دور منع، راح يقل انتاجه كما لو كان المنع يعني كما لو كان انهبيتر افكت. عندك هرمون اخر من حكيت لكم عن دبلر ستوك، اكو هرمون اخر اسمه البرولاكتين يعني هرمون الحليب، هذا النساء يجوز بنياتنا سيعرفنه وغيره. هذا هرمون الحليب إذا موجود المرأة ما عندها دورة ولا يصير عندها حمل صفات أخرى تروح منها. هذا ينفرز إذا غاب الدوبامين، الدوبامين تفرز الهايبوثالاموس. أكو دوبامين ماكو برولاكتين، ماكو دوبامين أكو، فلذلك غاب القط العب يا فار، غاب الدوبامين أطلع يا برولاكتين. هذا الانهبيتر إفكت، فإذا دوبامين وجوده الانهبيتر افكت اون برولاكتين. ابسنس اوف دوبامين كان يكون صير كات للانفندبلر ستوك او غيرها او دمج للهايبوثالاموس. شو راح يصير؟ راح يطلع لنا برولاكتين. عرفت وليدي؟ نجي للجيجانتزم لما كل هذا بعد الفيزيون مغلقه راح يصير انا طول عرض والاكروميجالي اخذ بس بالعروق، من اخذ بالعروق يصير لسانه كبير كل السوف تكبر ايديه كبار حتى يسمونه اكرو يعني اصابع ايديه ورجليه، ميجالي تكبر يعني حلقه بايده ما تصير يعني تكرمون الحذاء مالته تكبر. هسه اكو الاولاد يلبسون حجور يجوز الحجر بعد ما طبوا برجل اليد يعني تكبر. بنياتي فرضا نسأل هي لابسه فرضا حجاب وحاطه شفقه على راسها بعد الشفقه ما طبت راسها يردها ما راسها يعني صار راسها يكبر راسها تصير سوبر اوربت الرج يعني الحاجب منطقه الحاجب تغطس شلون كانه ما بلكونه على العين يصير نيزل اللارجمنت جويتر اكروميجالي يعني قصدي الهيباتوميجالي كلها ماكو شيء بجسم الانسان ما يكبر. إذا تعالج بالبداية ممكن تروح قسم عدوكو بس تبقى ثابتة البوين تشينجز ما تتغير. هذه الأعراض حتى تكون واضحة تشخيصيا يحتاجها 7 إلى 10 سنوات يعني المرض موجود 7 إلى 10 سنوات يلا يبين. فلذلك بنقول لكم هايرات أوف سسبشن يعني عندنا مدى عالي من الشك أو التوقع يفيد. وعادة اللي يفيد بالتشخيص نعرف الصور للشخص قال عندك صورة قبل 10 سنين إذا تشكوا بواحد قال جيب الصورة مال قبل 10 سنين 5 سنين شوفها. إذا شفت فرق بالصور أيضا هذا يعتبر دايجنوستيك بس دايجنوستيك والهرمونات تحاليل إن شاء الله نحكيها في وقت. الهرمونات عندنا يعني الطريقة اللي تشتغل بها النيرفس سيستم والطريقة اللي يشتغل بها الاندوكراين تكاد تكون متناظرة تكاد تكون. احنا قلنا اثنين من المسؤولات عن توازن في داخل الانسان او التوازن في خارج يعني الاستجابة للمؤثرات الخارجية. الشيء المهدد للحياة يحتاج لرابد اكشن، هذا من مسؤولية النيرفس سيستم بدرجة اساس عموما نحكي لان اكو عندنا هرمون اسمه جلوكاجون في الحالات اللي يكون بها عندنا عجز الكبد اللي يؤدي الى اعتلال او عدم يعني او تشوش في عمل الدماغ يسمونه هيباتيك انكيفالوباثي، هيباتيك كبد انكيفالوباثي خلل عمل الدماغ. هذا يصير عندهم هايبوغلايسيميا يصير عندهم سكر كلش قليل 5
خاطره لما يعجز الكبد يصير عنده سكر كلش قليل. فش نعطي؟ نعطي جلوكاجون 1 ملغرام انتراماس كل 4 عبالة، هذا يشتغل خلال دقيقة. الله سبحانه وتعالى من ذلك العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني وفي أنفسكم آيات، يعني بالداخل نفسنا آيات عظيمة. إذا واحد ينتبه النفس يعني بعد خلي يقول غير شيء، آيات عظيمة بالنفس. هذا سبحانه وتعالى إيش خلى؟ خلى أنه من يصير عندنا هايبوغلايسيميا، أكو 4 هرمونات للدفاع، لأن هايبوغلايسيميا مدمرة للدماغ. يعني هسه واحد يصير عنده هبوط سكر هو أخطر بكثير من شخص يصير عنده ارتفاع سكر، لأن خلايا الدماغ تموت، لا ما تتبع ما تتعود. الهايبوغلايسيميا الدفاع عنها باثنين السريعات خلال دقائق، هن الأدرينالين كيتوكلامين هالمجموعة، وعندنا الجلوكاجون، هذن خلال دقائق. اللي يحتاجين وقت أكثر أطول خلال ساعات هو الكورتيزول والجروث هرمون، كورتيزول تفرز الأدرينال. وين نشوف إنني نشوف إن بالصوم قبل الصوم يعني وقت العصر وغيره هو اللي يشتغل الكورتيزول والجروث هرمون، يعوض جسم الإنسان بالسكر على مود بين ما يصل إلى وقت. واللي عندهم نقص بالكورتيزول او بالجروث هرمون الاطفال يصير عنده early morning headache، يعني عنده صداع من الصبح، والاداء مالته بالمدرسه يصير مخربط. ليش؟ يعني الخلايا قاعده تمر بالدماغ. فاذا يعني النيرفوس سيستم الانسان يتعرض الى تجيب لك تجاره تخليها موحد، دنقوس تخليها منها نحلتي او غيرها، يوخر الخطر عنه. الاندوكراين نفس الفعل بس يحتاج وقت اكثر، وقت اطول. النيرفوس سيستم يجي يعني يتحسس لشيء يصعد بالافرنت يعني قاعده يتفسر بالدماغ يرجع بالافرنت يرجع نيورو ترانسميتر في اكتن. هذا النيورو ترانسميتر كميته قليلة جدا والمسافة اللي راح يعبرها قليلة بالسينابسز، فلذلك المفعول ما تسريع. في حين على الصورة ما تشين المفعول ما تسر بيزو كونستركشن، يعني واحد عنده هبوط بالضغط شو راح يترتب عليه؟ حس انه صار عنده هبوط بالضغط، يتخبر باسم انسان ضغط كلش مهم، راح يصير يصعد يعال يا بطلة وازينة الحقو يجي من هناك نيورت ماستر طلع كيتو كلامي، كيتو كلامي يسوي بيزو كونستركشن. الضغط شو يساوي؟ لا تذكرون اخذته بالكارديو باسكولار. الضغط شو يساوي؟ شو يساوي الضغط؟ كارديك اوتبوت في البيرفرال ريزيستنس. الكارديك اوتبوت هي ستروك فوليوم في الهارت ريت. اذا الخطوه الاولى من يطلع لنا الكارديك، من يطلع لنا الكيتوكولامين، هاي مجموعه الادرينالين والادرينالين، ايش راح يصير؟ اولا هارت ريت يزود، اذا زادت الهارت ريت والستروك فوليوم ثابت يزود الكارديك اوتبوت، لو ما زود زادت. لما نصير عندنا فيزو كونستركشن، يعني هسه عندنا ماي من بنزرق ماي حاطينه بصوند مكانه بعد، مو نضيق الفتحه مالت الصوند نخلي اصبعنا عليها وغيره فيصير مزرق مكان ابعد. فلذلك عندنا يصير هارت ريت يزود وفيزو كونستركشن صعد الضغط. من جهه الاندوكراين ايش راح يصير؟ فرزه سناخذه باخر محاضره، هرمون تفرزه الكليه اسمه رنين. الرنين ينفرز تحت تاثير عوامل مختلفه من ضمنهن السترس، يعني من ضمنهن كيتوكلامين تينوجين الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم باللنج يتحول لانجيوتنسين تايب 2. هذا هم يسوي لنا فيزو كونستركشن وهم يطلع لنا الدستورون من الادرينال جلاند. الدستورون وين يروح؟ يروح يرجع مره ثانيه للكليه على الدستور كونفوليوتد تيوبيول، يسوي لنا صوديوم موتر ريتنشن. فاذا صار صوديوم موتر ريتنشن زاد ستروك فوليوم هناك، لو ما زاد ستروك فوليوم زاد. فإذا الاثنين يشتغلان، يعني من يزيد الكيتو كلامين من جهة للسرعة، يعني هسه من يصير فرضا حركة صغيرة ما أدري شنو
اركضوا يا اهلي قريبين عليك، اركضوا اركضوا ذلك قريبين جماعه النيرفس سيستم، اخوكم يتوازى اخوكم ولو ولي يطلع لهذا راح الهارت ريت زادت والبيرفرال باسكرز زادت، بينما يجون العراك الزينين القويين هذا يهم يجي دور هناك يجينا الصوديوم موتر ريتنشن زاد، ستروك فوليوم ستروك فوليوم زاد، هارت ريت زادت، بيرفرال باسكرز زاد، رجع مره ثانيه البلد برشر نورمال. اذا هذا من دلائل القدره وعظمه الله سبحانه وتعالى، هذا الموضوع هذا واحده من دلائل القدره والعظمه. واحد حافظ لهجتين يسوي واحد يقول يعني يتغنى بالالحاد والملحدين رجعوا. الريسبتر من يطلع من الهرمون من يطلع ماكو هرمون يروح يشتغل بكيفه. يعني هسه انت من تريد لك تودي ابنك يقول وليدي روح جيب لنا خبز، ما روح يجيب خبز ام اهل الرقي، يروح المخبز متحسس واكو ريسبتر متلقي مزروع بالذهن. يقول وليدي روح جيب لنا فرضا كتب، يروح للمكتبة يجيب، ما يروح فرضا يوم قصاب يجيب. وكل واحد له شغله، هو قصاب والطبيب والخباز واللي بيعرقي كلها واحد يكمل الاخر، ماكو واحد احسن من واحد. فإذا الريسبتر هي ريسبتر لسيرتن هرمون مو لكل الهرمونات، لسيرتن هرمون. فإذا أخذنا هذا الهرمون هسه الشكل مالته وقرب اللي قرب اللي هنخلي ريسبتر تجي فت لهذا الهرمون، شلون مفتاح يعني المفتاح والقفل مالته يجي فت هذا بالتارجت سيل بالتارجت تشو بتارجت أي مكان يجي فت، في حين هذا نفس الهرمون اكو ريسبتر اخر هي مو المقصودة فهي ما يمر بيها. فمن يجي الهرمون للريسبتر صار تفاعل، بدأت ايش بدأ الناس سكن ماسنجر على اذا كان بيرتايد وبدأ عندنا الانتاج مات الماسنجر ار ان اي لو كان عندنا ستيرويد. هاي الهرمونات اللي تنفرز هذا جدول يختصر كل الهرمونات اللي تنفرز وتصور عنها. هاي بوثالاموس سوبر ريجليت انتيريور بتوتري شغلها بالدرجة اساس ريجليشن، المكان اللي تشتغل عليه انتيريور بتوتري، اما البوستيريور هو ستورينج. شوف انتي دايرتوك هرمون يشتغل على الكدني ستيموليت ووتر ريزوربشن باي ذا كدني ريابزوربشن، اوكسيتوسين يوترس ماميري جلاند ستيموليت يوتراين مسل كونتراكشن هذا بالولاده النساء الريليز اوف ملك بابا ماري جلاند. الانتير بيتوتري عندنا ثايرويد هرمون استيمليت ثايرويد يعني استيمليت ثايرويد، كل واحد من عندنا دور ثايرويد هرمون شغل شنو شغله انكريز ميتابوليك ريت اند ريجليت جروث. الباراثايرويد هرمون ديفند اجينست هايبوكالسيميا، لما يصير عندنا هايبوكالسيميا انفرزنا باراثايرويد هرمون. باراثايرويد هرمون ذا انفرز يسوي يسوي بون ريسوربشن يحل العظم، يروح يشتغلنا على الكدني increase the absorption of calcium، ويشتغلنا على الكدني يسوينا hydroxylation of vitamin D يتحول من 25 يعني كاليكالسيفرول إلى 1 25 دايكاليكالسيفرول. الدور من صار عندنا هذا راح يشتغل على small intestine increase absorption، يعني intestine increase absorption of calcium، البون يسوي resorption والكدني يسوي increase absorption of calcium. مصعد الكالسيوم طبيعي ترجع فيدباك للباراثايرويد جلاند قلها ما قصرت وجزاكم الله خير كفيت ووفيت ورجع الكالسيوم نورمال. الادرينال عندنا ماكو عندنا كورتكس وعندنا مدلة. المدلة بالادرينال جلاند هي تعتبر اكستنشن اوف ذا نيرفس سيستم، يعني الادرينال جلاند هاي الزايره الموجوده فوق الكليه بها كورتكس وبها مدلة. المدلة تفرز هرمونات هي جزء او مواد هي جزء من النيرفوس سيستم، تفرز ادرينالين كيتوكالامين تفرز دوبامين حسب اللي الماده اللي تطلع هنا. وعندنا الكورتكس تفرز لنا كورتيزول تفرز لنا الدوسترون تفرز لنا اندروجين. الكورتيزول له شغل والالدوسترون له شغل والاندروجين له شغل، كانما عندنا اربع غدد في غده واحده، اربعه في واحد، شايفين اكو كتب خمسه في واحد ثمانيه في واحد. البنكرياس هو ابي شغل بنكرياس، اكو بي اكزوكراين اكو بي اندوكراين تناقضه بالاخير اكزوكراين شيء واندوكراين شيء. الجوناس مثلا التستس نحتاج اندروجين على مود
استيموليت ميل سكس كاركتر، يعني دول الناس اللي عنده نقص بهرمون الاندروجين هذا لا لحية لا شوارب، يعني ما يحتاج حتى ام الحلاق ما يتعب، يسموه شوية الحلاق يتعب، ام الحلاق ما يتعب لأنه كلهن يعني ما أكل لا لحية ولا شوارب. وبالنساء نفس الشيء، طبعا نقص الاندروجين بالنساء يقل عندهم desire for the other sex، يعني الادرينال جلاند إذا صار بها نقص بالنساء. صحيح الاندروجين مهم للسكندري سكس كاركتر بالرجال، بس هو مهم للديزاير او فيميل تو ميل. الاوفر هي مسؤول عن انتاج الاوفر، والثايموس مسؤول عن ال يعني انتم اخذتوها بالليماتولوجي حول مايكروشن اوف لينفوسايت حول لينفوسايت. فينال جلاند هذا مهم نحكي به رطب حمايتي، يعني انه هذا هو المسؤول عن فراز نقص الاخير ميلاتونين، ميلاتونين مهم على بيولوجي كولوجي وهي على ترتيبات اخرى نحكيها ان شاء الله. هذا المخطط يبين ان البابتايد هرمون شلون تشتغل. البابتايد هرمون لانها عندنا بايلاير فوسفيد بايلاير يعني بها الليبيد، فما يقدر يدخل البابتايد، تاخذ ريسبتر خاصه له هرمون بايند ريسبتر ان ذا بلازما ممبرين. من يصير بايندينج له راح يصير الاكتيفيشن، يحول مكان هذا الاكتيفيشن يحول الاي تي بي الى سايكليك ام بي. سايكليك ام بي هي تعتبر السكند ماسنجر، تروح تحفز امور اخرى فيصير ريليز اوف جلوكوز غيره. فهذا برايمري يعني الهرمون يعتبر فيرست ماسنجر، والسايكليك ام بي او غيره تعتبر سكند ماسنجر. الحين بالصوره الثانيه شو تشوفون؟ راح تشوفون عندنا الستيرويد هرمون. الستيرويد هرمون ما يحتاج ريسبتر بسيل ممبرين لان العائله من عائلة الاستيرويدات، فرأسا يدخل بسهولة. بس من يوصل حتى هذا اكو ناس مقربين، اكو قرايب، اكو اكثر قرب، يعني هسه الاقرب الاخ له ابن العم، الاخ اقرب ابن العم له اللي من العشيرة ابن العم اقرب، فإذا واحد من الاقارب يدخل هنا بهذا المكان يدخل رأسا للنيوكليوس. من يدخل النيوكليوس ايضا اكو ريسبتر خاصة، هذا من صار ريسبتر بروتين يعني ريسبتر هرمون يعني كومبينيشن يروح يسوي اكتيفيشن المن للدي ان اي حسب الرساله جايته. من يسوي اكتيفيشن راح يطلع لنا ماسنجر ار ان اي، يعني شلون يعني كان ما قال بيودي للرايبوسوم يشتغل. الماسنجر ار ان اي يطلع مره ثانيه من النيوكليوس يروح للرايبوسوم، طلع لنا الهرمون اللي يحتاجه او الانزيم اللي يحتاجه او البروتين اللي يحتاجه جسم الانسان. من شان امتحانات يعني حضور يعني دائما اجيب صور يعني اجهزه كلها يعني باي دروينج، يعني ما التحق شيء هوايه، اقدر ارسم لي مخطط يبين الطريقه اللي يشتغل بها البابتايد هرمون، ارسم لي مخطط يبين بها الطريقه اللي يشتغل بها الاسترويد، او في مخططين قارن بين عمل الاسترويد والبابتايد هرمون. يعني مو حكي يعني الواحد لو فاهم الموضوع لو ما فاهم. هذا اللي كنا نحكي لكم عليها، هذه هي المكان، هذا الهايبوثالاموس. شوف ذن النيوكلياي وين يودن للبوستير، يودن شو يودن انتي دايركتيك هرمون اللي قلنا هذا انتي دايركتيك هرمون يشتغل على من على الكولكتينج داكت. الكولكتينج داكت يعني سامع ما راح نروح بتفاصيل، عندنا بروكسيمال وعندنا ليمبو فينلي وعندنا ديستال كونفوليوتي تيوبيول وعندنا كولكتينج داكت. بالبروكسيمال تيوبيول يصير 70-75% ايزوتونيك ابزوربشن، ما يملح يدخل سوى في نفس التركيز الجزء الاغلب. لما ينزل لمبا اوف هنلي راح يصير ابزوربشن اوف سولز اجينست كونسنتريشن، مو احنا نروح من التركيز العالي للتركيز الواطي، لا احنا نروح من الواطي للعالي باستخدام طاقه. اذا وصلنا لهي المرحله راح نحول اوزمولاريتي مالت المدلة مالت يعني الكدني نحولها المن نحولها الى تركيز بحدود 1200 ملي ازمول، في حين جسم الانسان هو ما يتجاوز 300، فتصور من 300 الى 1200. عندنا الديستال كونفوليوتيوبيول باملاح وبالكترولايت يعني ماء وغيره، الدور بقى عندنا سوائل. هنا أنا يحتاج على حاجه جسم الانسان باستخدام هذا الهرمون انتي دايركتيك هرمون، واستخدام من باستخدام التركيز اللي صار عندنا بالمدله هناك موجود. فايش راح يصير؟ راح يصير ابزوربشن كل شويه.
السلام عليكم دكتور حيدر، شو أحوالك؟ الله عزك. أمس بالليل ما قدرت أوديها، فوديتها الصبح السيد علي، دكتور علي. الله يعزك. أربعة من بور متفرين دولة، واحد من ما يصير حسن جاه دولة هذا مفيش ضرورة نحن لا هو مجال لسه على مستوى يوم ما نعم سعيد نعم. ف يعني شو يسمونه فاين ادجستمنت، يعني شايفين ميكروسكوب ميكروسكوب، يعني ليش الفرق بين يعني احنا عندنا ميكروسكوب كنا بالثانويه سهل، يعني عند طبيت الكليه ماكو تجربه سويناها مختبرات الكيمياء احنا ما مسوينها بالثانويه، يعني اذكر من اساتذتنا يعني ما يحتاج لجهد، هو الله يرحمه استاذ مهدي راح طلع له راح يدرسنا، كان يدرسنا احياء، جاب لنا ضفدع فارق بين اصابعه وغطى بسفنج وثبت بدنابيس، يعني الضفدع عدل ما بي اذيه، بس ثبت واحده من رجليه بدنابيس وخلاه جوا ميكروسكوب. فقلت كنا نشوف هذا الرابع الثاني والخامس، كنا نشوف حركه الار بي سي الكريات داخل الدموي، هذه ما يحتاج لها يعني، بس اكو ناس يحب شغله مبدع واكو ناس لا، بس يحسب ايام وينتقد شايفين من؟ بس من يجي الشغل يرجع مثل هذا، ما احنا نحكي اكثر. فهذا اللي ما يخص الانتي دياتيك هرمون، اما اللي قلنا الاوكسيتوسين هذا يسمى رسوم اليوتراس ديورنج لابر سيل كونتراكشن، هذا بريست هنا على مود برودكشن اوف ملك، برودكشن اوف ملك يعني تشترك به مواد يعني هرمونات كثيره، اوكسيتوسين برولاكتين والاستروجين، يعني سمرات البرولاكتين اكسس يصير زياده بالرجال، ليش ما يصير عنده ملك برودكشن؟ لان البريست عندما متعرض للاستروجين من الطفوله ايضا، هاي مهمه. اذا هذه صوره، ان هاي صوره اخرى للانتيرا بتوتري اللي تفرز ان تي اس اتش راح يشتغل على الثايرويد، تفرز ان اي سي تي اتش يشتغل على الادرينال، تفرز ان فرضا البرولاكتين اشتغلنا على البريست، تفرز ان الباثرويد هرمون يعني على الموضوع على من تفرز يعني على البون جروث هرمون على البون وعلى والاوبريز الجوناز يعني على الشوفيس والباثرويد والثايرويد بيتفرز هرمون يعني الكالسيتونين يعني يدخل الكالسيوم داخل والثايروكسين على الشغل مالته، واكو غدد خلف الغده الدرقيه يسمونها باراثايرويد جارات الدرقيه اربعه كل واحده 4 غرام تفرز لنا هرمون، هذا كلش مهم ينظم الكالسيوم وجود الكالسيوم فيه او شو. بس انا ايش قاعد افرض لهم نيورو سكرتري سيل بروديوس هايبوثالاميك ريليزنج and hypothalamic inhibitory hormone. These hormones are secreted into portal, هذا الطريق يسمونه portal system. Each type of hypothalamic hormone either stimulate or inhibit production اللي قلنا قبل شوية الدوبامين أو TSH أو ACTH. The inhibitory secrete hormones into bloodstream which deliver them to tissue or glands. واضحة. اكو موضوع مهم يعني هسه اقول لكم اخذوا نفس كل واحد ياخذ نفس يكون ما يقطع النفس مالته ليلي طول بالله بدي حيدر ناصر مهدي حيدور بليدي اخذ نفس بس ليل قطع ما تقدر توصل مرحله ينقطع صح لو مو صح؟ نعم دكتور. شنو اللي قطعه؟ الدكتور كيمو ريسبترز. ايه اللي قطعه 16 ريسبتر وين موجوده؟ موجوده بالثوراسيك كيج بالمكانات بالانتركوستر المصل
وتاخذ نفس عميق، وصل اقصى ما يمكن الضغط داخل الصدر والضغط الجوي تساوى، يروح للبونز بالمدبرين داخل الدماغ يقول له كافي. ولا هسه واحد ياخذ نفس ما تقدر توصل مرحله تختم على العلم، هو يعني هو مفيد. هذا شو نسميه؟ نسميه نيجاتيف، يعني فرضا هرمون تي اس اتش ينفرز يطلع ثايروكسين، من طلع ثايروكسين تحققت الحاجه، ايش يطلع نيجاتيف فيدباك، يعني تغذيه راجعه، معوض مشكور، ما قصرت، اخذ راحتكم روحوا. شايف مرات من يكون ناس يوصلون هناك او ناس يكون وياك باجب ما قصرت وما ادري شنو رجعوا. سد المايك رجان اللي فاتح مايك يسد. هذا شو نسميه نيجاتيف فيدباك. واكو عندنا بوزيتيف فيدباك، طبعا النيرفوس سيستم والاندوكراين عموما تشتغل نيجاتيف فيدباك. شنو الامثله على البوزيتيف؟ هسه اي واحد بينا ياكل الاكل، اكله سواء بروتينات او سكريات او دهون او غيرها، بعدين جسم يستلم السكر، السكر يصعد بالدم، يروح للبورتال سيركليشن، يتحسس ايش قد اكو عندنا مواد غذائيه، ينفرز انسولين. فاذا الانسولين ما ينفرز الا تجي حاجه، شو نسمي هذا؟ بوزيتيف فيدباك. يعني ينفرز انسولين، صار عندنا ثايروكسين هوايه يمنع الثايروكسين، من يصير عندنا ثايروكسين هوايه وينمنع شو نسميها؟ نيجاتيف فيدباك. لما يصير عندنا سكر هوايه وينفرز انسولين شو نسميها؟ بوزيتيف فيدباك. فاذا هسه عندنا تي ار اتش ثايروتروب ريليزنج هرمون يجي على الانتربيتري يطلع لنا تي اس اتش على الثايروكسين، على الثايرويد جلاند يطلع تي اس اتش، يعني قصدي يطلع ثايروكسين، ثايروكسين يروح للتشو يشتغل، وبنفس الوقت من ضمن التشو اللي يروح لها المن يروح للانتيرال بيتوتري ويروح للهايبوثالامس. فنيجاتيف انهبيتري افكت، هذا يسمونه نيجاتيف انهبيتري افكت. عكس الشخص ياكل وهذا صار عنده صعد عنده السكر، من صعد عنده السكر شراد عمدي نمه، ينفرز الانسولين، الهرمون ينفرز بناء على حاجة حفز على الانفراز. هذا شو نسميه؟ هذا بوزيتيف فيدباك. في هذاك هرمون ينفرز على مود يحقق غرض معين، من تحقق الغرض يرجع يقول لك كافي مشكور، كافي خذ راحتك، الله محمد عليكم روح. هذا نسميه نيجاتيف فيدباك. واضح؟ هذه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. فيدباك ميكانيزم provide means of controlling the amount of hormone produced by the hypothalamus and the pituitary gland. هذا صورة، هذا زاوية القزم، وهذا الفوق عملاق. تشوفون هذا كلش طويل بس مو كلش عريض، باعتبار انه ياخذ بالطول اكثر من العرض. بس لو هذا صار عنده جروث هرمون زياده ياخذ بالعرض اكثر ما يطول، لان يعني نهايات العظام عنده ملتحمه. شوف الفرق، يعني هذا هو يا صاير 1 بوينت واحد يعني من، ويقول لك وين تعدوا نعمه الله لا تحصوها. من بيكم يعجب يصير الطول هذا؟ ما حد. من يعجب يطول الطول هذا الزغير؟ ما حد. ويقول الله ايش مطيني اكو طلع مرات اشوفه يعني لو يدمر لو غيره، لو انا ايش مطيني وانا فلان وفلان عاد هيك شو فلان عنده فلان شيء. قلت له وليدي فعلا يعني حتى يهدأ، قلت تتمنى سرطان؟ لا لا لا. تتمنى انت مخبر؟ لا لا لا. تتمنى انت يعني عندك صرع؟ لا لا لا. مع العلم صرع السيطرة هذه. تتمنى عندك ربو؟ لا لا لا. قلت له عمك يقول الحمد لله وشكر ليدي. نيتي يقول الحمد لله وشكر. ترى نشيل ايدينا ونندع يصير بيكم على ما تعرفون نعمة الله. فإذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زيادة الأرقام هسه موجود عندنا اكو تريليون واكو أكثر من تريليون. تريليون يعني واحد وقدامه 12 صفر. هذا ينعد لو ما ينعد؟ ينعد. نعم الله أكثر من هذا. العاقل اللي يدرك هذا. شوفوا هسه. إيه تفضل يدي. دكتور بس احنا قلنا النيرفس سيستم والاندوكراين يقع تحت سيطرة النيجاتيف فيدباك، ليش دكتور؟ هو ذن ما هن ينفرزن لقدام،
يعني هاي الهرمونات تنفرز على مود تحقق غاية، تحققت الغاية كافي، في حين الإنسولين ينفرز نتيجة زيادة موجود معروض، يقول لك لاحق روح ننظم هذا، مو راح ينظمه، مو صار تنظيم يقول لك كافي. هو الغاية تنظيم، لكن الغاية العمل مالته هو البداية، يعني ذاك الهرمون هو البادي يبدي على مود يصير يعني الهوميوستاسيس النظام بجسم الإنسان، من يبدي وصار النظام دي له كافي ما قصرت. هنا السكر أو الإنسولين ينفرز على بناء على حجم السكر المتوفر، بس حتى شوفون إحنا من نطلع شوف السكر نطلع هيل بلا يشيل، يعني هاك عشائر لو إيش نطلع طبعاً عشائر محترمة أنا أكون بها عندنا قوانين محترمة نطيع على عدد الحاجة ما تجيت، يعني جيد أنت قال لك إلى هالكثر تأخذ صبوح هالكثر جرعة بالليل، بس نشوف هرمونات ما تقدر تقول أخذ جرعة هالكثر، هي تنفرز من تحقق الحاجة وحدها تنمنع. بس عرفت بليد شنو؟ أن الإنسولين ينفرز بناء على حجم، يعني أنت تأكل لك صمونة واحدة ينفرز إنسولين ما يقابلها، وتأكل لك نفر باكر لو ما أدري شنو هذا ينفرز إنسولين بقدرها. الحين باقي الشغل مع الاندوكراين بقي لا هو موجود. اسال صور شوف اللي انت اكرو اميجا لي اكرو يعني اكرو، شوف ايديها شوف قارنه باليد الفوق طبيعيه واليد الثانيه لما صارت شوف شكل مال العظام، يعني هم البون يكبر وهم العظام تكبر، وهذا طبعا ايدين تصير كلش ضعيفه، يعني صحيح هو يشوفون عملاق وهذا بس ما بيصعد درج ما يقدر يشيل غيره، احسن عنده بروكسيمال مصل ويكنس، بروكسيمال يعني قريب من الجذع، سواء بالهاند يعني جهة الشولدر أو باللور لم جهة الهيب، فيصير لنا كلش قريبات من الجذع، فيصير بهم ضعف العضلات معناته، يعني ما يقدر يشيل رجله، ما يقدر يشيل ايده، في حين مسكين هو شكله عملاق، فهذا بإضافة للصداع والمنظر مالته وغيره والمخاطر، دول 50% توفون سبب أمراض بالقلب بعد المسألة. 50% يتوفون بهذا الموضوع إذا ما يتعالج. العلاج مالته عادة عمليات بالدماغ يشيلون له، إذا ما فادت العملية يعرضون الإشعاع، إذا تعرض الإشعاع يتحول الغدة يدمرونها البيتوتري يصير عندنا دور نقص لازم نعوض. فلذلك يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر المود الدرجات هسه تشوفون قسم طلاب ينقهر على درجة أو غيره أو شيء. مو معناها ما يريد واحد يشيل حيل اكو طالب عندنا شنو بالحل في غاية الأدب، في غاية الأدب. اليوم اجاني شخص انا شفته ايش مرة ايش بيرلي سوى تحليل خلينا نشوفه، لا دكتور احنا تدري الناس، لا دكتور احنا هو تشيل بشرة مالتنا. اليوم اجاني طبيب صديق جدا قال لي وعلي اريدك هاي البنية قلها لأن هذا breaking bad news، شلون تقولها خبر مهم؟ قلها عندها سرطان بالدم، إذا كنت قلها بيت سرطان، بعدين عرفت أن هذا رجل خالتها جانيف شي هو، قلت له سهلة يعني هذه يعني مودة خاصة وياها تحترم لابنها، أنا ما أحترم أحبابها، فقعدت حكيت وياها فتشي بطريقة أنه تقبلت الموضوع. هاي البنية يعني أخذنا من تربط الشفاء وهذه عدت الفترة الأولى، بس احتاج الدور زراعة نخاع عظم، بيتهم بالحلة ذاك الوقت باعوا ب400 مليون والناس ومنظمات وغيرها صار عندهم مليار و300، راحوا بألمانيا سووا بون مارو ترانسبلانتيشن، بقيت خابر من هناك قلت له شو تسوي؟ قلت له أنت راح إن شاء الله اختصاص كبير بهذا النوع من الأمراض، يعني أمراض الدم شد حيلك انت بطل. قلت لي شو سوى سكت هسه النقلين الالماني عم تكونين في هالفتره قريبه من الاطباء اللي يعالجون الفتره هذه فتره صغيره. صديقي يعني عندنا وقت اشهر ودراستها كلش ممتازه هي الاولى. جاءنا خبر محزن انها توفت فيروس توفت. فاقول للطلاب دائما طالبات اقول هاي البنيه لو قاعده بالبيت ما صار بها مرض ما صار بها شيء. فكأنما الله سبحانه وتعالى رزقهم مليار و300 وما يدرون، صح؟ أنت من تصرف مليار و300 على شيء وبعدين يروح كأنما خسارة، بس هو أنت شيء لازم تسعى به. يعني هاي بنية الأولى في منتهى الأدب الله يرحمها
في راحت يعني أهلها خسروا مليار و300 مليون دينار عراقي. يعني لو تشتغل عمر كله في أحسن مكان أحسن إعدادات ما يجيها من هالمبلغ هذا الضخم. لو قاعدة بالبيت وما صاير بها فكأنما الرزق مليار و300، لو مو كأنما الرزق مليار و300. فلذلك دائما نقول الحمد لله، وأن تعدوا نعمة الله ولادي بنياتي لا تحصوها. لذلك هذا اللي يدق ويلطم انا يوقع من عيني، اكو ناس شايف يدق ويلطم وما ادري شنو، انه الحب يسوي كبه، هو واحده من الاثنين، اما فعلا هو ضعيف الى درجه او يطرد عيون، بالثنين مذموم. مره ذاك اليوم كان اكو قدمت موضوع دكتور علاء، كانت دريد بن صمه، دريد بن صمه عمره 25 سنه، في غيله يعني ملوك، يقول إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي ولست بحلال الاتباع مخافة، ولكن متى يرفض القوم أرفدي. أنا عمره 25، قال إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني عنيت، هاني إحنا نادي جبجب ودم رجل أخ رجل خاصة النسوان، تجينا عين أخاف تجي، شو أخاف تجي عين؟ من عين؟ على فولادي دائما ذكروا نعمة الله، دائما الحمد لله. البكاعين اللي بس يبكون يلقون يوضعون العين ويخسرون هواي امور. واحد هزت خاطره كثيرا بس من البكاعين يوضع عينك ويبكاعين. حتى في البيت شوف حسك واحد دائما يشكي يشكي بعد ما سمعه. وهذه موجوده مو عندنا بالعقل، يعني سنساء مسكينات اخوان يعني هن ضخمنها. الناس بعد ما تسمعهم من تجي الوقت الحقيقه اللي تشتكي شغلات اللي هي تعتبر امرجنسي وخطره، ما حد يسمعها. هاي مو عندنا بالعالم ولادي، هاي احصائيات بالعالم. دائما لا اشياء حجمها الزين هو اختبار والمو زين هو اختبار. بدي اقول لهم تخسرون، ترى نصيحه، اكو ناس تخسر هوايه اذا واحد اوقع من العين مثل الدمع بعد ما يرجع ولادي. يوقع من عينك مثل الدمعه، يرجع الدمعه ترجع للعين بعد. لذلك انصحكم بالتعاون بيناتكم مودة الفة اكثر، واحد يعرف شو يبين جماعته. اكو دورات مرة قبل اذا تشوفون طالب مزين اكو طلاب كنا نفتح لهم الصفوف وما نعتبرهم غياب دور الطلاب، يوضحون للبقية اللي ما عجزوا يفتهمونه، بتشوف الجميع ينجحون. ما عندنا رسوب، كان عندنا نسب النجاح تتراوح بين 90 و94% بالدور الاول والاسئله امتحانات في الحضور. فاحنا نتمنى هيك هاي الروح تكون تصير، مو روح الخوف وروح الحسد وروح التباغض وروح مو صح. لان كلكم الله انعم الله عليكم، يعني اسالكم الله سبحانه وتعالى عادل او مو عادل؟ عادل. ليش؟ انت عندك مليارات وعجب انا ما عندي فلان ايش اجبها؟ وانا هاي كلها تولد على الظروف. يعني انا ما عندي فلوس بس عندي اولاد هوايه. ما اقدر اوصلهم، ما اقدر اظل بحرقه، لا. نقول ان الرزق مجموع الرزق سبحانه وتعالى اللي وفره البشر هو واحد. يعني انا رزقي 100% التوتال، ورزق هسه حجي تبارك وليث وما ادري شنو 100%، وحيدر ومحمد وعلي كله 100%، بس الرزق مختلفه. اكو واحد الله يطي وجاهه، اكو واحد يطي ذريه هوايه، اكو واحد يطي مال، اكو واحد يطي يعني قوة بسطة، زاده بسطة في العلم والجسم قوي. فإذا هل إني شلون الأسئلة هو الامتحان كله بعدين تجمع ب 100، بس السؤال أول مرة تلقيه 25، أكو جامعة أخرى السؤال عندهم 15، أكو سؤال عندهم 5 درجات، مجموعهم يصير الرزق مجموعة واحد. فأنتم جميعا ولادي متساويين في الرزق، جميع البشرية متزاوية في الرزق بس مفرداته مختلفة، عمود واحد يحتاج الآخر. لا حد يعني يصير عين على اخر او غيره وحسدني ما حسدني ويدق ويلطم حياته تصير جحيم، ترى لحياته جحيم تنمل ينمل. الانسان طبعا يميل للراحه مو للهم. حتى الله بيش يعني حس الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ يعني اللي يعملون صالح شطهم الجنه، واللي يعملون طالح وين مكانهم؟ النار. في حين ممكن واحد شو يقول؟ يقول اللي يعمل صالح ما يروح للنار،
بس ماكو جنة، بس ما يعني هو كونك انت ما رحت للنار يعتبر جنة، صح لا مصح؟ بس سبحانه وتعالى زاد فضل علينا قال لي عمل صالح، مو بس ما ودي بالنار، ودي للجنة، ودي حس الفرق الثاني. أحبهم 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 للجميع أنه دلو يسرقكم كل شيء. لا رأيت عن بارك رأيت سأعد قلنا عندك هواية عن بروديوس ترى يودو هذا يقول هذا يعني تراي وتترا يعني تي 3 وتي 4 F iodine is available in limited quantities in the goiter يعني يصير تضخم في الغدة الدرقية. النقص ما تل يعني اليود ما موجود، هذا من نشوفه بالمناطق الجبلية، نشوفه بالهملايا، نشوفه بشمال العراق هواية، بالبول ماكو مناطق جبلية، نشوفه أقل بالمناطق يعني القريبة من السواحل باعتبار الأنهار منتجي حاملاح الموجودة بالتربة اللي مرت عليها من ضمنها يود. An adult and under treated يعني أفرض واحد عنده ثايرويد هرمون ديفيشنسي يعني شو يصير؟ إذا هو تغير الدنيا يجي كريتينزم، هذا منتال ريتارد تماما، لا عقل ولا غير مسكين يكبر لا تعال. فلذلك هسه من ضمن الإجراءات اللي تسويها وزارة الصحة ومجانا، طبعا الناس في وزارة الصحة يدون واجبات عظيمة بس الناس ما تحمد الله. يسوون فحص غالبا يشوفون اكو عندنا نقص بهذا الهرمون، لا ما عندنا نقص، إذا عندنا نقص يكون علاج يرجع نورمال. بس يمر عليه سنة راح بالخسارة صار منتلي ريتارد يعني متخلف عقليا. وإذا لا والله بدأ بالطفولة عنده ما تعالج يصير متخلف بالدراسة بس مو متخلف عقليا، من الصلاح يرجع طبيعي. وإذا بالكبار هم نفس الموضوع، يصير عنده يصير سمنة، يصير ضغط، يصير يعني زيادة الدهون، النوم هواية، هو أمور مو زينة إن شاء الله تأخذونها بالموضوع الغدد بالسنوات الجاية. الكالسيتونين قلنا هذا هم تفرز الغدة الدرقية في إدخال الكالسيوم من العظام. البارثيرويد هرمون حكيت لكم إياه قبل شوية، البارثيرويد هرمون مجموعة من أربعة خلف الغدة الدرقية يفرزن البارثيرويد هرمون. الشغل مالته سد الموال هذا السماء سد ال دماغ خرجان ولا ديس دماغ. البارثيرويد هرمون عندنا غدد أربعة شغلها ديفند أجينست هايبوكالسيوم. هايبوكالسيوم موضوع خطر، يسوي صداع، يسوي صرع، يسوي عدم احتمال ضربات مثل ما زيادة مالته خطرة. فتوسطوا في الحالتين وانصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق، التطرف في أي جهة ومصح. كنتم أمة وسطة، حتى القرآن وسطة. فإذا أنت تطرف بالزين، تطرف بالمزين، أم يعني كل شيء يعني مرور. لذلك زيادة الهرمون خطرة، قلة الهرمون خطرة. شوف هذا التغير، شوف لسان شكبرة تارس حلقة، هذا congenital hypothyroidism. إحنا نشوف لسان كبير، يقول هذا أما hypothyroidism أو عمل الوزيز. لا هذا ما بس المحاضرة مثل هذا عند محاضرة وايد هذا فمهم يسال فمهم إيه هذا عندك ان شاء الله باذن الله حفظك الله عزيز. شوف هذا اللي نشوفون عنده لسان كبير نقول هذا اما عنده نقص الغده الدرقيه او كونجنتال انوملي او تشوه خلق او عنده كروميجالي كبير بالعمر او يعني امور كثيره بفضل الاميلويد حالات اللي نشوف بها لسان كبير بس نشوفه كافي. طفل مثل هذا امه تقول هذا مثل العجينه لا يقوم لا الرضاعه ما تقليل البطنه تطلع قليل ما ادري شنو راس نسوي هذا التحليل تلقى عنده نقص الغده الدرقيه. هاي مرة استمرة هاي الجويتر هذا الارمتو دقنات هذا مرات لا هو زيادة ولا نقص بس طلبكم قسم يكون هنا
يعني دي ما ادري يعني شنو الغايه، ما ادري يسمى غده هوائيه وماكو هوائيه او سامه. الغدد مو سامه ولا هي ما زياده ولا نقيصه. يقول له غده سامه هذا الرجل الضليط من راسه رجليه وما عندي جر نفس ماكو، هي الغده اما زياده او نقيصه وحدها طريقه علاج وكلهم سهلات. ولو انت تركن اشهر ما بين مخاطر. فمثل سهل هذه جوتر هاي اسمها الارجمنت، هذه كان يكون زياده كان يكون نقيصه كان يكون بها شنو ما بها يعني لا زياده ولا نقيصه. شوف سهل عينها عندها زياده هرمون ثيروكسين، شوف عينها يعني انا كنت نسوان فرحان عبرها من اكبر يعني زوقانوس عندها جبحور وكنت نسوان يعني شلون الويمر يعني تجي ما لا تقول لها عيون تكهرب بعدها تبي في الطب وموت على الساعه اللي شافتك بها صح يعني ان عيون كلش حلوه كبار بس تبدي كانها مخنزره خف واحد يخاف عبرها يتحرك وتسوي لها التحليل تلقى تحتاج علاج. فمرات اكو بشر يحتاج سبيشال هاندلنج الاشياء، مو تقول له عيونك حلوات وتخبل وما ادري شنو هذه، الى حد عيونك كبار خاف من تنام تضغط بطانيه شيء يعني عينك تنجلخ وتروح ويشوفك يروح وانت هسه حصل عليك من واحد يدليك لدربك يا ابوي يبكي هذا ويا صار. النسوان صغيرات العمر انت ملكه جمال انت بس لك نسوان بس انت مخلوقه. شايف مرات اضحك على تعليقات الزميلات باويلشن ان شاء الله نشوفك احلى دكتوره. قلت اكذب دعوه شنو احلى دكتوره انا احلى منك. شايف النسوان ان شاء الله نشوفك احلى دكتوره باقي والله هذه اكذب دعوه لان كل واحده تتمنى بس احلى من الاخريات. حتى بالعاب التنس العالميه اسمها كريس ايفرت هذه اسبانيه بقت يعني ملكه بطولات التنس بالعالم 10 سنين او اكثر، قالت عني يقولوا انت جميله حبل يقولوا انت بطلة العالم. فهي غريزه هذه بس هاي الصور اللي قاعد بنعطيك شفتوها الكالسي. ها السلام عليكم. السلام ورحمه الدكتور، قدر عن المقاطعه بس الصوت مالتك كل شويه دقيقه واكو جمل وهاي ما عرفتهم شنو. المحاضرة مالتي نصاً من الكتاب، نصاً نصاً، وما موجود في الكتاب وما موجود بالسمري من الصور هو كافي. فاهم الولد؟ هذا شخص أسعدنا كالسيوم، لما يختل يصير عند الكالسيوم زيادة، شوفوها سناخر أحمر الكالسيوم زيادة. إذا الكالسيوم زيادة وين يصعد؟ يصعد للثايرويد جلاند. بدل ما يحفز الباراثايرويد منها يحفز لنا ريليز اوف كالسيتونين اللي تفرز الثايرويد. الكالسيتونين من ينفرز يزود لنا يعني الانترنس اوف كالسيوم انتو ذا بون، والعظام تعتبر خزان هاي اللي يستوعب كل الكالسيوم، فيرجع طبيعي يقل الكالسيوم بالدم توازن الامور زين. واذا اجتنا حالات قليله، شوف الحاله الثانيه ان الكالسيوم قليل راح تتحفز الباراثايرويد جلاند على افراز هرمون الباراثايرويد هرمون، هذا يروح للعظم مثل ما هو خزانها اللي يحلل على ويطلع كالسيوم، يروح للكليه يزيد امتصاص الكالسيوم، للجي اي تي للسمول انتستين يزيد الابزوربشن اوف كالسيوم اند فيتامين دي. مجموع ذا الثلاث يصعد الكالسيوم لو ما يصعد، صعد الكالسيوم تصلح لها. فاذا هو عندنا بالاصل متوازن، الصعد فوق احمر ونزل جوا ازرق. شوف حاطه للتقريب للذهن. ادرينال جلاند، ادرينال جلاند ريسبوند تو ستريس. ادرينال مدلة، عندنا الادرينال مدلة ايميديتلي سكريت ابنفرين. انه حكيتكم اياها قبل شوي، هارت بيت اند بلاد بريشر انكريز، بلاد جلوكوز ليفل رايزز اند مسل بيكم انرجايزد. هذا لما يزعد لنا الكيتو كلامين. اكو مرض يسمونه احنا فيوبروماسايتوما، هذا تجي عنده ضربات سريعه، ضغط صعد هوايه، وجع بصدره، تعرق شديد، هو يحس نفسه يموت، تاخذها ساعات وتروح ومرات تستمر بعدين. هذا يحتاج عمليه علاج ما تعمل. ادرينال كورتكس بروديوس جلوكو كورتيكويد، هذا الكورتيزول صعد لنا الجلوكوز، صعد يسوي لنا بون ريسوربشن، يسوي لنا يعني يدمر لنا العضلات باعتبار على مود يطلع جلوكوز، يقوم يطلع جلوكوز هوايه، ينقل الشحم من الرجلين والايدين يصير بالبطن، وهذا شايف يقول بطنه سمينه وذيله سكان هذا بعد جريذي. اكو نسوان يعجبها اكو زلم يعجبهم ياخذون كورتيزول على مود يبين سمين،
هو وجهه يصير ام دي ار بس حرارات مصور يصير الحلبه مالته كان حلبه مال شلون ذني مصارعه الثيران باسبانيا بوفالو هم يسمونه بوفالو هم هذا صار على علبه صار مثل الحلبه صار مريض هذا ايديه ورجليه ترفع الدهن كله يروح من الايديه والرجليه يصير بالصدر يصير بالوجه وبالركبه فعبالهم سمنه هو مكان اخر ضعف بس هو بس هو ريديستربيوشن من الكورتيكويد هذا يعني طلع على الدستورون مسؤول عن الهاندلنج ما عنده فلود وهذا ثاني هرمون خاص بالاندروجين اللي قلت لكم عليه دي هايدروبيندستون والاندروجين عند السترادايول هذا يخص شغلات السكندري سكس كاركتر واللي بيدو يعني ديزاير فور اذر سكس جلوكوكورتيكويد ريجليت كاربوهيدرات بروتين اند فات ميتابوليزم اند سبرس ذا انفلاماتوري ريسبونس هذول يصير عندهم حتى الجرح مالته ما يطيب بسهوله حتى من الناحيه النفسيه يتخرب حتى شغلات المنستروشن ايضا امور تخين بروكسيمال مسل ويكنس رجال يعني حتى يعني شغلات السكشوال اكتيفيتي صراحه mineralocorticoid are influenced by renin from the kidney and regulate water and salt balance leading to increase in blood volume and blood pressure problem with adrenal cortex may result in addison disease اذا صار عندنا نقص نسميه addison disease شان مختصر على يعني نوع من انواع صار كل نقص نسميه addison disease وعندنا نقص اما بالغده اللي تفرز او بالغده اللي تحفز من فوق اذا نقص عندنا من الغده اللي تحفزها نسوي نقص سميناه secondary وإذا النقص يصير بالغدة اللي تفرز نسميه برايمري في كل أنواع الغدد ولا زيادة عندنا نسميه كوشن هاي الصور اللي حاطينها شوف هسه عندنا هذه الأدرينال جلاند هاي موجودة فوق الكدني هاي الكدني هي طبقات ثلاثة هاي الأدرينال كورتكس وهذه المدلة بالنص المدلة هي قلنا إكستنشن تعتبر من النيرف سيستم والأدرينال كورتكس فيها ثلاث طبقات زوانا جلوميرولازا فاسيكولاتا عند ريتيكولاريس وكل واحدة تفرز فد هرمونات معينة فكأنما كل واحدة غدة هذا هنا أنا شعر عليها سترس سترس على هايبوثلاموس وين يروح للأدرينال ميدلا يطلع السمباثيتك انيرفيشن صار بالسمباثيتك هذا صار طلع كيتو كلامي بالنورنفرين ويترتب عليه هارت بتصعد الضغط تصعد الجلوكوز تصعد مصل بيكون جاهز نحس حاله يعني كان ما عندناش صار نار بس هذا ما طول ما نروح بها وهنا انا بالعكس انا الجلوكوكورتيكويد بروتين فات ميتابوليزم غير مستد اوف الجلوكوز بريك داون يعني صار بريك داون البروتين والليبيد اكثر من الجلوكوز هو يسوي يسمونه جلوكونيوجينيسيس جلوكو نيو يعني يسوي لنا جلوكوز من بروتين او reduction of inflammation immune cell are suppressed ومن الكورتيكويد هاي يسوي صوديوم موتور ريتنشن واللي هذا حكينا قبل شويه بالمحاضره هاي صوره معبره عنها يعني هذا اللي يفتهم هاي صوره ما يحتاج بعد يدور حفظ نص وغيره اللي يفتهم هذا الموضوع ما يبقى يعني الا بالامتحان يقرا ويسيتش وما ادري شنو هو كل اللي هذا اساسا الشابتر كله في ساعتين او ثلاثه القرايه كل الشابتر هذا ساعتين أو ثلاثة مؤثر لا واحد يقرأ السمري ويقرأ هاي الصور هذا هنا عندنا البلد برشر إذا صعد الضغط شو يصير إذا صعد الضغط أكو عندنا أتريال ناترو بيبتايد هرمون هذا لاز مو يصعد الضغط إنفرز هذا بعد ما يحتفظ الجسم يخلص من ال والأنتي دارتك هرمون يقل فالجسم يخلص من السوائل يرجع متوازن إذا الضغط نزل حكيت لكم إياها الرنين يصعد والكيتوكولامين يصعد يعني هم البيزو كونستركشن هم الهارت ريت هم ستروك فوليوم هذا حكيناها قبل شوي هاي ايديان لا واحد اديسون شوف هذه طبيعي شلون هم يصير اديسون يصير لون اسود تقريبا جسمه يسمونه بيجمنتد يعني مطعون طعن لون مالته وهذا لون هذا لون الاصلي شوف لون شلون يصير طبعا هذا يتغير خلال اسبوعين اذا اخذ علاج يرجع مثل ذاك خلال اسبوعين العلاج مالته كلش رخيص متوفر العلاج مالته تعطي كورتيزون اذا اخذ زياده يصير كوشن بس كل شيء ناخذه بقدر هاي نفسها شو الصوره مالته اذا كان كوشن سندروم هاي الصوره اليسرى اللي لابسه بها بلوز وهاي منها تعالجت ورجع شكلها هذا الشكل الاصلي لها هذا الشكل اللي يعني نشوف الوجه مالته وجهها كلش سمين متونها وصدرها شفنا رجعت هاي الامور غير امور والعلاج مالتهم دول ايضا سيرجري هاي الصورة هو هذا مع الكوشن هاي اللي قلت لكم عليها الحدبة مثل البور هاي الحدبة شوفوها
آسف راية بالأبدومن بطنه وجمون فيس مثل القمر وجهه لطيف وشوف البليثوريك هاي البليثورة سببها الحمرة بالوجه سببها أن السكن يصير very thin very thin skin صار very thin skin بدأت وزر نشوفها عبانا الوجه أحمر وفرحانين الوجه مدير الله تقبل ما مواجهها مدير وما أدري شنو وهي المسكينة عندها كوشن يعني خراب شوف هذا اللي صورته بالأصل هذا شوف صور شو صار هذا نشوف اللي قاعد يمك الامتحانات تخدري بعد ما تقدر تجاوب مسكين هذا في شدة صح في شدة يقول الله شمطيني فالله نعم الله لا تعد ولا تحصى يعني احنا مزين ما عندنا ما تزرق بالحسين يا طول تفاحة لو بدجلة أو الفرات أذن بالخارج طابو بالمسبح أخت اللابسات جبه بعد ثاني نشوف بطنها هذا شلون يقولون عليها ايش يقولون ما ادري شوف هنا انا جوها مسكينه هذه شوف ايديها هنا انا لذلك نعم الله لا تعاد ولا تحصى بعد تجي البنيه تجي عندها مثل الاحياء شوارد يصير عندهم هذه هيرسيتيزم يسمون هذا واحده من اسباب الهيرسيتيزم مثل ما تكيس المبايض وغيره يلا يقول دائما من يقعدون صبح يقول الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر على ما انعم بنكرياس البنكرياس من الغدد هو غدة هو جزء من الجهاز الهضمي البنكرياس جدا مهم وموجود بال يعني في الجزء الخلفي من الجهاز الهضمي للحماية لأن أي جرح به ممكن ياكل جسمه هو بنكرياس يفرز اكزوكراين واندوكراين الاكزوكراين خاصة بالهضم الجهاز يعني يفرز اللايبيز والإنزيم الأخرى والاندوكراين عندنا الإنسولين جلوكاجون سوماتوستاتين بعدين يفرزن بال يعني بالسيركيليشن انسولين على حاجه ولوكاجون اذا صار عندنا هايبوغلاسيميا فرز اذا لما عندنا انسولين ماكو ايش راح يصير دايابيتس ميلاتس السكر الجسم غرقان بالسكر بس الخلايا بالحقيقه بالداخل ما بيها لان ماكو شيء يدخل السكر لداخل الخلايا الانسولين يدخل السكر بالعظام على مود تندني يدخلها بالكبد على مود يخزنها كلاجوجين وغيره لما نصير نقص بدل ما اكو هذا شو يطلع لك جلوكاجون يتوهمون ان الشخص ايش بيه الشخص عنده هايبوغلايسيميا يقول كل عيس في الصحراء يقطفه الظما والماء فوق ظهوره رهام محمول الشخص اللي ما عنده انسولين او اللي عنده انسولين بس مو فعال على النوع الثاني كانه مهما عنده انسولين هذا غرقان بالسكر بالداخل الخلايا وما بيصير دور ديكريز يعني جلوكونيوجينيسيس على مود يعوض فهذا اللي يعوض يزيد الطين بلة يعني الجسم يقوم ينتج جلوكوز ينتج وين جلوكوز وهم يودي للسيركيليشن عم يروح المكانات الاخرى بس هم ما راح يروح اساعد عندنا الانسولين يعني شنو شغل الانسولين بالليفر يسوي يعني خزنه بالعضلات خزنه ادبوس تشوي خزين هذا لو كان هاي بلد اذا عندنا صار جلوكوز عالي راسا يطلع لنا انسولين بيتا سيل انسولين يشتغل هذا زين اذا الانسولين الجلوكوز عندنا قليل ايش راح يطلع لنا يطلع لنا جلوكاجون جلوكاجون يزود انتاج الكبد من الجلوكوز ويحلل يعني الادبوس تشو يطلع فري فاتي اسيد يستخدمه بدل الجلوكوز للطوارئ على مود يرجع مره ثانيه توازن إذا الأصل هو نحقق حالة التوازن. هذا مثل يعني من ضمن الأمور شلون نحلل يعني قد السكر الطبيعي يقول حتى نعتبر الشخص عنده سكر لازم قراءة الصبح على ريقة 105 أكثر من 126 وفوق في قراءتين منفصلتين هذا نقول عليه سكر أو فراء يعني زاد الأعراض أو نسوي ناخذ السكر مالته وراء أي وجبة ساعتين وراء أي وجبة نشوف السكر أكثر من 200 200 وفوق أيضا نعتبر انسولين عدى سكر بالإضافة للأعراض أو الهيموغلوبين A1C تراكمي أكثر من 6.5 أيضا نعتبر سكر أكو ناس لا هو ما واصل هاي الأرقام ولا هو طبيعي فالطبيعي هو 110 زين يقول لك بأن 110 و 125 شنو هذا؟ يقول هذا نسميه بين بين هذا شو يحتاج له يحتاج نعطيه جلوكوز 75 الى 100 ملغ حسب الحالات اكو حالات تبي 75 بالنساء الحوامل او غيره اكو 100 ملغ جلوكوز 100 غرام جلوكوز ونعيد نفحص السكر مالته ورا نص ساعه ورا ساعه ورا ساعتين ونشوفه
اذا ورا ساعتين رجع جوا ال 180 نقول هذا نورمال. اذا نط الشخص سكر وورا ساعتين نرجع الجلوكوز مالته جوا ال 180 على هذا الريال ثريشولد نقول نورمال يعني. بس اذا ما نزل جواها شو نسميه؟ دايبتيك. يعني هو شخص ورا ساعتين لازم يقعد يصير يرجع نورمال. الشخص الانسان الطبيعي اذا ياكل ورا ساعتين لازم يرجع نورمال. نورمال لازم هذا يسمونه بري برانديال، يعني لازم 140 وجوه. هذا المثالي 140 الى 199 هذا بين بين، شلون بين ال 110 و 125؟ فاحنا طموحنا ان السكر قبل الاكل لازم 140 وجوه، بس اذا حد 199 هذا بين بين. ربما ننصح يقلل الاكل او يزيد الرياضه او غيره او يقلل الوزن او يكثر من شرب الماء وهالامور، هذه ممكن طرق المعالجه. هذا يسمونه جلوكوز تولرانس تيست، هذا فحص نحدد به شخص عنده سكر لو ما عنده سكر بالحالات لا هي نورمال ولا هي ابنورمال، حالات الرماديه بين بين، هذا نسميه جلوكوز تولرانس تيست. هذا يفيدنا حتى في تشخيص الاكروميجالي، بعدين ان شاء الله راح نشوفون حتى في تشخيص الاكروميجالي ما نفيد. هذا الاندوكراين جلاند، هذا مهم لا تسمعونه. مثلا التستس اند اوفري از جوين برودوس سكس هرمون، مثلا ميل سكس هرمون اندروجين تستوستيرون، هذا مهم على السكندري سكس كاركتر، على البوتنسي، على السبرماتوجينيسيس. نفس الشيء بالنسبه للنساء الاستروجين والبروجستين، اي واحد يختل بهن معناها منستروشن ماكو، معناها نوت فيرتايل فيميل، معناها الكاركتر مال فيميل ما موجوده بها. الانابوليك ستيرويد ميميك ذا اكشن اوف تستوستيرون. التستوستيرون مرات يستخدمونه رياضيينها بالالعاب الاولمبيه، ياخذ من عنده على مود عنصر اقوى، عضلات، الاداء غيره، بس هذا مدمر بعدين كلش خطر بالنسبه له. الثايموس سكريت ثايموسين، ثايموسين استيمليت تي لمفوسايت برودكشن اند ماتشوريشن، يعني وين يصير ماتشوريشن؟ يعني بالثايموس ويفرز بالبون مارو لمفوسايت. بوجود الثايموسين تتحول الى تي لمفوسايت. التي لمفوسايت مسؤول عن السيل ميديتد اميونيتي، مثل ما ان البي سايت مسؤوله عن الهيومرال اميونيتي تفرز ميونوجلوبين، التي لمفوسايت مسؤوله عن السيل ميديتد اميونيتي. اكو عندنا غده بالدماغ اسمها غده صنوبريه، هاي تفرز ميلاتونين، هذا اللي نوصل به البنيات وما يلتزمون، وليدها انخربوا وما يلتزمون. هذا الهرمون ميلاتونين يحدد لنا الساعه الحياتيه، الساعه الحيائيه. هذا ينفرز لازم نوم، فلذلك الواحد ينام شكت مجرد ان يتعشى ينام، يعني اذا وصل 9 وما نايم هذا بالخسائر. زين اذا ظل 2 3 الصبح وفرحان يصبح من الصبح عيونه شنو عيونه عقروق يجي كل عين ناطه، يعني ماكو نوم. هذا الهرمون اذا ما انفرز يعني في 36-34% من النساء والرجال اللي ما صار عندهم خلفه، السبب مالته هذا النوم المتاخر راح يخلي الشخص انفرتايل. يسوون كل التحاليل نورمال بس هو انفرتايل، انتهى بعد ما يصير. في 34% من النساء والرجال اللي ينامون متاخرين هذا يصير. زين اذا انضاف الى ان سمانه تنام متاخره ويقول الصبح ماكو يعني يقعد الصبح يعني بالوحده ال 12 وتجي الدوام وحالكم كنا باب قبر ما يصير. فإذا ينام من وقت، يقعد من وقت، يتريق من وقت، نم مبكر، استيقظ مبكر، تكون صحيحا تكون ثريا. حتى الإنجليز هذا مثل عندهم، كل ما تنام وقت كل ما أحسن. والإمام علي عليه السلام كان يقول يظل جالس بين ضلوعين، ليش يظل جالس؟ يقول لأن أرزاق الله توزع. شنو أرزاق الله؟ رقم واحد العافية، هرمونات الحياة تنفرز بس صلاة الصبح، هاي الجروث هرمون والكورتيزول الادرينالين وغير هذه، شو وقت تنفرز الصبح؟ تصور واحد قاعد بالسياره مشغل المحرك بس مبوش، يدوس على المحرك يخليه يجعر، يقوم المحرك لو ما يقوم يقوم. تصوروا هاي الهرمونات تنفرز، هي هرمونات الحياه والنشاط، تنفرز وانتم نايمين، يقوم المحرك مالكم لو ما يقوم يقوم. فشوف هسه النايات يعني في عز يعني الشباب وما ادري شنو بوعها، يقول هاي عجوز ما لا ينقل هذه، صح يعني اصباغ وما ادري شنو تغطي هسه هواي امور. بس انت بالواقع شوف اكو بالبشره شيء احنا شايفينه قبل، شوف العجائز هذا السبب النوم المتاخر، نام من وقت اقعد من وقت، اقعد ويا الصبح بعد لا تنامون وقت الصبح. النوم المتاخر خطر، ترى هذا موضوع خطر، لان البيولوجيكال ووتش هرمونات تنفرز اكوردنجلي، هرمونات تنفرز
البيولوجيكال ووتش اذا الجسم متعود ويصل اقعد اذا هذا ويصل اقعد يشوفه صحيح مثل الولد تشوف الحين ما يوضعون بسهوله يعني من فضل من الله والبنيه قويه وغيره لان ينام من وقت يقعد من وقت وهسه حتى بالطيران يسافرون من دول لدول يشوفون يرتبون الرحلات بحيث توصل وين الوقت مالتك مالت مالت النوم انت معتاد تنام هنا بالليل يوصلونك ليش الدوله بالليل يعني رحلات ياخرونها بحيث ما يتغير البيولوجيكال ووتش احنا ايش نسوي الخواتين والشباب ينام متاخر ويقعد متاخر ويقعد لا تقحب وجهه يقعد يجز قاعده يكسر ضلع عنده تبتلي به اكو هرمون اخر مهم اسمه ارثروبويتين هذا موجود بالكدني يكسر الغبطس هذا الهرمون من ينفرز يحفز لنا البون مور على انتاج الكريات الحمر مرضى اللي صار عندهم عجز كلوي الكورتكس مالت الكدني تروح بعد هذا الهرمون ما ينفرز ليش باعتبار ان الجكس تاجر موجوده بالكورتكس فلما يروح عندهم هذا الهرمون المرضى اللي عندهم عجز كلوي شاح يساعدهم فقر دم مزمن فشطون يعطوهم دم هواي شنو مخاطر الدم مخاطر الدم البيروسات والالتهابات اللي يصير عندنا والحاجه للدم وغيره هسه قام يكون هسه بفضل الله تصنع قام يصنع هذا الهرمون يكون اريثروبويتين يكون فوليك اسيد يكون عالم أغنت كثيرا جدا عن الحاجه الى نقل الدم مثل ما يكون هنا الفاليو احنا قبل شوي قلنا البركه الهرمون حتى يشتغل على الكدني على مود يطلع السرعة اكتب يروح من السمول انتس لازم يسوي هايدروكتليشن بوزيشن 1 هايدروكتليشن ات بوزيشن 1 هو كان 25 بالبصر على هايدروكتليشن بالكدني صار فذاك يكون يكون حابب يكون 1 الفا ليو 1 الفا ليو هذا مكان هايدروكتليشن فمن النوع انا حاب عوضا عن شغل الكدني بس اكو امور اخرى فما يمكن تعوض عنها لو يحطون اجهزه الدنيا كلها واول احساس انه شخص مريض اكو عندنا هرمون اخر اسمه الليبتين هذا الليبتين موجود بالادكوس مو انت تشبع ساكن غدينا عشان ان شاء الله رزقنا ايش يطلع الليبتين يودي اشارات للهايبوثالاموس الى بعد ما انتهى الحمد لله فضل من الله بس الغريب انه شافوه بالسمان اللي عندهم نسبة دويت عن اوبيس شافوا هذا الهرمون عندهم بالعكس هذا عالي قالوا ها فهذا الهرمون عالي واحدة من الاثنين اما الهرمون ineffective يعني مو صحيح يعني ترتيب مالته صح الليبتين بس هو مو هرمون يعني شلون هسه اكو ناس هو شوف رجال بس يعني من ناحية sexual activity ماكو عنده يعني هسه اكو عندنا هرمون اسمه اندروجين هذا اسمه اندروجين سنسيتيف سيندروم هذا الاندروجين ينفرز بس ما يشتغل ماكو له تحسس ماكو ريسبتر هذا الاندروجين ينفرز ماكو تحسس ينفرز ما يطلع للدنيا تشوفه في ميال بس هو الجينات مالته اكس واي تشوفه في ميال سودو هرموفرودايت هاي يسمونه تشوفه في ميال يعني هذا القصائب وماكو له لحيه لهذا بس هو بالحقيقه ما عنده يوتراس ما عنده اوفريز ما عنده غيره يسوي له تحليل ماكروموسوم يقول عنده اكس واي فاذا هذا الهرمون ما اشتغل من البدايه هو ظاهر الامر مره بس هو مو مره هو ظاهر الامر هو رجال بس هو رجال بهاي الهرمونات اللي صار عندنا فاذا هذا الليبتين شافوا اما هذا الهرمون ما يشتغل او اكو ريسبتر ما تتحسس له ريسبتر ما تتحسس له فانت من واحده من الاثنين هسه انت كأسفل احنا نقدر نحكي نسولف هذا بس روح للصين من تحكي واحد صيني فكانما هو اطرش وانت اخرج يعني ماكو لغة مشتركة بيناتنا الا لان نستخدم الاشارات بس لان نستخدم اللغة كمرسال بيناتنا يبدو كانما هو اطرش وكانما احنا خرسان فنفس الشيء هذا الليبتين لما هو مفعال هو مفعال فايش راح يصير يظل احساس بالهايبوثالاموس ان الشخص جوعان فيقوم ياكل هواي ياكل هواي او ان الليبتين ينفرز بس ما كل سيرتر تتحسس له تفتهم البروستاغلاندين هذا شده البروستاغلاندين هذا غريب البروستاغلاندين استخدام ينزل الضغط حالات يستخدم يقلل السكريشن مال اتش سي ار مال الاسيد يفيد بالريفلكس يستخدم يقلل يعني على مدى المكان اذا انجرح يسوي يعني يطلع على مدى صار الالم يستخدم بالليبر هذا during menstruation يسوي ألم ويسوي discomfort
لذلك لأنه يدخل في مكان يشتغل على المون سيستماتيك، فلذلك قالوا إحنا لا يدخل في مكان يشتغل في مكان إذا ما نقدر نستخدمه على سمنا ميزوبرستول أكو أدوية على سمنا ميزوبرستول أنالوج. فإذا هذا الدواء يقول ما طول ينفرز ويشتغل لون، فإذا ما نقدر نستخدم أدواء عمم خاف تمنا يأثرنا على ضغط، خاف يأثرنا على ليش هنا قبل تأخر تسوي يعني يطلع عن كونتراكشن، خاف يسوي بين يسوي أمور وايفة. فهو هرمون ينفرز ويشتغل في مكانه according to the need. بس عرفنا هذا؟ هذا سأل على الجونات ده هما برودس بعد تستس عند أوبريز. الله يشوف الفساش اثنين، الله يشوف الفساش بالتستس مسؤول عن التستوستيرون وعلى سكندر سكس كارتر يطلع فيدباك. ونفس الشيء من الاف اس اتش والاش نفس الهرمون، بس من يجي الاوفري طلع استروجين بروجستين وهم نيجاتيف. ناشن ستيميليت ذا فيميل سكندري سكس كاركتر كاركترستيك اند ماتشوريشن اوف ايج، وانا ستيميليت ذا ميل سكندري سكس لحيه شوارد كاركترستيك اند ماتشوريشن اوف ذا سبيرم. يعني صورة على ال على السكندري سكس على الجونات. هذا الهرمون اللي يسمى عليه الميلاتونين. شوف من ينفرز طبعا هذا من واحد ينام لازم الغرفة ظلمة، إذا ينام من وقت والغرفة بيها ضوء كأنما ما نايم، إذا ينام من وقت والغرفة بيها ضوء كأنما ما نايم. شوفوا بالشتاء أطول ما يمكن هو هذا الهرمون ينفرز يرتب ميلاتونين برودكشن كاركترز changes by season. ميلاتونين برودكشن is greatest at night when we are sleeping. طبعا هذا كلش مهم، بس واحدة من طرق المعالجة الناس اللي عندهم عرق يقولون سد الأرجان بتقول نيت سد ال فعلا هذا كل الضيف النوم المتأخر يقلل دمرة والضوء موجود بالغرفة أيضا يقلل. في البنيات تدرون إحنا مجتمع مرات ما يرحم البنية ما عاد الذرية ما عاد غيره بس كل قلبها. الحين أنا شايف أحد أصدقائي زوجته أيضا منا هو من بغداد زوجته منا ما يصير عندهم ذرية، بس هو السبب يقول أنا السبب تحمل هذا الأمر وحامل حاجة في أشكال هاي حطوا لها تمثال ما ذهب ما حد يوافيها. فإذا إحنا مجتمع ما يرحم في هذا الموضوع وخاصة النسوان سكون لا إحنا نختلف إحنا كلنا يا أخوات الرجل ما أدري شنو قاعد نطاطل قلبنا للبنية لا ما يصير عندها ذرية. فبنياتي نصيحة أنا من وقت بعد من وقت حياتكم صور لطيفة ترى حياة حالاتها لما يكون أمهات مثل ما الآباء يصيرون آباء. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أولى بالصف مو نحطكم بالسيارات وزفات وهي وما أدري شنو ورش من هذا السبراي وطلع شو هذه. أحد زملاء تدرون يعني تدرون أقول لكم هذه حقيقة جوز ما عشت أول ما أطول درس أقول بنياتي سمعت ترجع النانا أو بلد بنات تقرون الآية 32 من سورة النور. الآية 32 من سورة النور لا تقرونها شوفوا ما يصير امرأة تطلع على زينة امرأة، ما يصير امرأة تطلع على زينة امرأة، فكيف رجال يطلع على زينة امرأة؟ إيه فذاك يوم أحد أصدقائي يعني ابنه خطف مرأة قال لي تدري أنا جيت فرحان قلت ليش؟ قال نية خطبناها يا صيدلانية قالت أنا أريد شغلة واحدة قلنا تفضلي بنيتي عمرك قالت ما أريد حفلة بالقاعات بس أشوفون حفلات عن النسوان يعني نير مادنس يعني عاوز ما يتخبرون شوية بالحفلات حسب ما يعني بالإضافة الكاميرات الموجودة وما يدرن بها وغيره. فقالت لها أنا شرطي أنه ماكو حفلة بالقاعة هاي بنات مستورة هاي لا حد يزعل من عندي هذا الحق هذا كلمة حق الزعل بس هو هذا أبواني أنصحكم. هرمون and homeostasis the nervous system and the endocrine system exert control over the other system and thereby maintain homeostasis. هذين أنا اللي كل اللي حكينا موجود فرضا مصل حتى تشتغل يقول nerve stimulate muscle عصب هو يحفز العضلة، العضلة تؤدي تحتاج حركة contraction يحتاج فرضا اندروجين تكبر العضله، يحتاج جلوكوز حتى تشتغل العضله، يحتاج امور كثيره تجي الدور الدايجستيف سيستم. نيرف ستيميليت سموث مسل اند بيرميت دايجستيف تراكت موفمنت. هرمون هيلب
frequent digestive juice and is regulated juice that break down food or to nutrition for nerve and glands. Urinary, كل system شوفون أكثر من هرمون يشترك به. فلذلك الاندوكراين it is multi-system disease. صحيح هو اسمه endocrine disease لكن بالحقيقة affect multi-system disease. يجينا الشخص في أعراض كثيرة كل السيستم عنده وهسه كل ما تتقدمون بالدراسة وإلى بنيات راح تشوفون أن جسم الإنسان إذا عنده endocrine problem راح يشتكي من كل الأعراض. هذا باختصار كل الاندوكراين سيستم. نصيحة أنصحكم تقرون وين تقرون تروحون تقرون بالسمري وتقرون الجداول هاي اللي شفتوها ذات السفس يعني اللي يقرأ الجدول ويفتهمه ويقرأ السمري قبل الموضوع كله ما الواحد يغث روحه ويمدنا ويقرأ شيء لذلك أنا أخذت أول تردون تقرون المادة بالكتاب هي ما تجاوزها الصفحات كل الحكي المطلوب ما يتجاوز 6 صفحات الكتاب والباقي أسئلة وشافينا. أتمنى لكم التوفيق. من عنده سؤال؟ دكتور. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة. دكتور بالنسبة